صباح الخير صبايا، كيفكن؟ طمنوني عنكن، اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو صراحة ما كنت حابة انزله ولا حابة انه انشره، بس كتير ترددت فيه، بس كتير صبايا قالوا لي نزلينا وخبرينا شو صار معك، لانه انا ما بحب انشر الطاقة السلبية او احكي الشغلات اللي يكون سلبية بحياتنا، بحب دائما فرجيكم الايجابية ونبعد عن الشيء السلبي. وحتى رح تلاحظوا انه الديكور المطبخ القديم رح تشوفوه بهذا الفيديو لانه مصور مسبقا. بس قبل ما نبلش الفيديو حابة أعرفكم على صبية من غزة من فلسطين، بتقدم روتينات ومحتواها كتير حلو وفلوجات، عن جد بنصحكم تتابعوها وتشوفوا محتواها. اسم قناتها يومياتنا الحلوة، رح تلاقوا رابط قناتها بصندوق الوصف وبتعليق مثبت. أنا بعرفكم أنتم ما حتقصروا، حطوا لها لايكات من إيدينكم الحلوة ودعموها واشتركوا بالقناة، ولا نحن من طرف تسنيمهم. من فترة رحت على بيازيد، كل السوريين هون بيعرفوا شو يا بيازيد، هي شعبة الأجانب يلي بناخذ منها هوية انه انا سورية مقيمة بتركيا ولازم تكون موجودة معي عشان تكوني مقيمة نظاميا. فتت على الشعبة لقيت ما تغيرت شي من 5 سنوات، الزحمة نفسها، مواعيد ما في. يعني اول شي عملته فتت حكيت مع الموظف، قلت له بكل احترام، قلت له وين الدور؟ ما في ورقة للدور؟ قال لي لا ما في، هذا هو الدور. قال لي اذا ما عجبك اطلعي. فانا طلعت وكتير تضايقت، يعني المعاملة نفسها ما تغيرت، يعني الزحمة نفسها، يعني صلنا كتير وقت بالبلد، نحن ضيوف اكيد، بس انه على الاقلية هاي المعاملة تتغير، يكون في دور في كذا، مثل الدوائر الحكومية الموجودة بتركيا. طلعت عن جد مقهورة، معصبة، متضايقة كتير، هيك نفسيتي متحطمة. وانا اول شغلة بعملها بس تكون نفسيتي متحطمة باكل كتير يا جماعة. اي اول مرة بجي على بازار بهاركلي. تعال نقدم لقدام نشوف سعر 20. حلو حلو، هيك البازار فاضي. لك والله حلو البازار هيك فاضي، العادة بكون زحمة. هاي بدي اجيب منها انا. هدفي من هذا الشيء انه حابه اول شيء اتشكر تركيا والشعب التركي، انه قبلنا ضيوف اكيد وبتشكرهم من كل قلبي. بس الشغله اللي انا تضايقت منها انه من 5 سنين لهلا ما تطورت امور السوريين مثلا بالمواعيد. يعني صار الانترنت موجود، مواعيد اونلاين، مواعيد على الورق مثل ما بيعملونا بالنفوس. يعني انا مجبوره اغير نفوسي، يعني غيرت بيتي، فاذا ما غيرت نفوسي اولادي ما بتسجلوا بالروضه او بمدرسه، فهذا شيء مضطرة عليه. يعني كان صعب، يعني بنضرب نهارك كاملا كرمال تغيري نفوسك او مكان اقامتك. وانا بفكر بولاد بلدي، هذا اليوم اللي بينضرب عنده لواحد من هالشباب يكون عم يشتغل بيروح راتبه هذا اليوم، وعن جد يعني الوضع صعب، يعني المعيشة غالية، إذا راح منه من هذا اليوم راتبه يعني بينكسر بآخرة الشهر. فأنا عن جد بفكر فيهم إنه لازم يفكروا فيهم، يفكروا بالناس اللي عندها شغل هذا اليوم انضرب عندها. ما بعرف غير بقول الله يكون بعون السوريين، بحسهم مو مرتاحين وين ما راحوا، بس إنه سمعت أكتر شيء مرتاحين فيه هو مصر، وتحية لكل شعب مصر وكل اللي عم تابعوني من مصر. أنا بعرف لأنه هنيك عمة زوجي ساكنة، فكتير مبسوطة وكتير بتقول معاملة المصريين كتير ممتازة. هلأ رجعت على البيت الحمد لله. أول شيء الجلاي خالصة مبارحة بالليل شغلتها وخالصة بالضبط، الجليات بدون نضب هدول، بس ها مبارحة بالليل بعد ما شغلت الجلاي. هذا من اشتريته من محل السوري هون تبعيت البازار بالضبط. هنيك شايفين على البرندة هون حاطة كنت الطناجر اللي ينشفوا عشان اضبهم بدون نضب كمان. هلا رح نبلش بسم الله. هلا خليني اول شي فرجيكم شو في المحل السوري. جبت هدول اللزقات بتلزقوا على الايدين وعلى الجسم، وحده لشام وحده لقمر، كتير بحبوهم ولادي. وجبت فاتيكا هذا للحمايه من القشره، وبنفس الوقت بتقدروا تاخذوه حسب ما بدكم لشعركم، كتير كتير ممتاز خصوصا اللي بيجي من دول الخليج. اذا عندكم قرايبين من دول الخليج خليهم يجيبوا لكم منه، يعني فظيعين. حتى هون في اصلي. جبت صبغة الجسم، بودرة الجسم، هاي بودرة تشقيق للجسم، بودرة كريم تشقيق شايفينها، كتير ممتازة. أنا بستخدمها لوشي، بصلي زمان كنت بسوريا استخدمها، بس لازم تجيبوا الأصلية، في تقليد بتأثر للبشرة. واشتريت أول زرعة بالبيت هي الريحانة، أنا كتير بحب الريحان،
فكتير مبسوطة عليها، فرحانة عليها يا جماعة. إن شاء الله تعيش، ادعوا لي تعيش، واكتبوا لي تحت بالتعليقات شلون بعتي لي فيها، شلون يعني شو بعملها. أنا حطها على البرندة هون عندي، ويعني هيك بحب منظرها وريحتها كتير بتفيح بالبيت. فقديش بدي أشربها مي؟ اكتبوا لي تحت التعليقات، كتير مبسوطة عليها، قولوا لي شلون شكلها حلو. هلا هذا الحوض عندي أنا، جاني هدية مع طاولة البرندة، فأنا حطيته. أما هي ما بتجي بحوض، شايفي؟ في صبايا سألوني خبرينا شو بصير معكي إذا طلع الخل مضر بغسل الفواكه والخضرة. فعلا طلع مضر، وكتير صبايا قالوا لي إنه الملح والمي كتير معقم كتير كويس. فأنا فعلا جربت الملح والمي، ما صار لشي للخضرة، بالعكس ضلت محافظة على حالة أكتر وحسيتها أحسن بكتير بكتير. انسوا الخل يا جماعة. هلأ خلصت مع أذان العصر بعد ما تعبت كتير وانفصل الموبايل. هون هذا لقيته بالبازار فحبيته، هو بالشوكولا صمون يعني، او مثل ما بقولوا قرصان بالشوكولا. اذا الاولاد جوعانين فورا بياكلوا، حقه 5 ليرات، هذا سعره 5 ليرات. وفي هاي كمان هيك جايه شكلها كمان بالشوكولا، فقلت لحالي اذا حبوه اولادي برجع بجيبها. هاي 5 ليرات وهي 5 ليرات. وخلوني فرجيكم، ايه صحيح بفرجيكم، هاي القمطه البيضاء. ترى زوجي متابعيني قالوا لي حطي قمطه بيضاء مع لبسك الزهري، فقلت له بدي اياها. لا ما بيصير، اذا متابعين تسنيمهم قالوا هيك اشتريها، فاشتريت هاي القمطه التركيه لونها ابيض، لاني انا ما عندي ابيض. سعرها شي 7 ليرات. ايه تسنيمهم فتحت بازار، يلا تفضلوا، البندوره ب3، الفريزه ب10، مين بيشتري مين بيزود. بس يا جماعة ما عاد انزل على البازار خالص، حرمت لك. اشتريت اغراض كتيرة وتعبت، فرطت فرطت لبين ما خلصتهم يعني. تشاهدت يا جماعة، هلا هاي شايفين الكزبرة، مونة، بقدونس، الكزبرة الخضراء انا بحطها وبالفريزة وبستخدمها، وهي البندورة الكرزية على الفطور، والبندورة العادية بنستخدمها للطبخات، لانه البندورة الكرزية عن جد طعمتها غير البندورة العادية، مختلفة جدا. يلي متابعني برات تركيا ممكن ما يعرف شو هو البازار، هو سوق بنشتري منه الخضرة كلها بيوم واحد وبننظفها وبنحطها بالبراد، وكل اسبوع بنروح على البازار نشتري الخضرة، بتجي كل شي تازة وكله منضيع على حوالي اسطنبول. قلت يا تسنيم لبين ما تنشف الخضرة فوتي على المطبخ كنسي، لانه اجباري على هرهرة الكياس وعلى الشغلات بيطلع بتتهرهر كلها على الارض. في كتير صبايا قالوا لي انه ليش بتحطي سجادة بالمطبخ، السجادة بتساعدكم على انه يضل المطبخ انظف بكتير بكتير وما تمسحي دائما وغير تكنسي، عرفتوا؟ فبنصح كتير بالسجادات، بس هي السجادة بتنغسل. بعد ما خلصت هيك السجادة وكنست المطبخ، فورا حملت سطل زبالة ورحت على الحمام لنظفه، لأنه بعد دائما عندي أسبوع البازار هو أسبوع تنظيف سطل الزبالة. أكيد إذا توسخ قبل بنظفه أكيد 100%، لأنه سطل الزبالة قد ما حاولت إنه تحافظي على نظافته إلا ما يتوسخ. فهون بلشت أنظفه وجبت مادة الجل يلي هي فيها نسبة كلور، إن شاء الله رح أحط لكم صورتها على المنتدى إنه كتير طلبتوه مني. هو مثل الجيف بس اسمه جيل، كتير فظيع. كل شي بنظف لكم اياه من احسن النوعيات اللي استخدمتها بالتنظيفات وما له ريحة. بعد ما انشف سطل الزبالة بحط كربونات الصوديوم بسطل الزبالة وبحط الكيس فوقه مشان يمتص الريحة، لانه كربونات الصوديوم تمتص الريحة. اذا ما كان موجود عندكم انا بجيب ملطف الجو بخه من جوا بحط كيس زبالة، جربوها وعيدوها وكرروها ما بتلاقوا ريحة للطاولة. في وحدة من متابعيني مسميتني لقب النحلة النشيطة، فشو رايكم انا اسميكم نحلاتي؟ اليوم رح اقلكم كمان شو اشتريت، لانه نسيت هاي الشغلة انه اشتريت من روزمان اغراض، انتو دائما بتسألوني عنها بس انا ما بتذكر، بس هلا انه اشتريتهم اليوم تذكرت احكيكم عنه. هلا ما كنت رح اشتري من روزمان لو ما ذكرني زوجي، قال لي طلعي روزمان هون بدك شيء، قلت له ايه، عم بعد قال لي مو تروحي تشتري وتضلي ساعة، قلت له لا ما رح اضل ساعة. فاول شيء رح احكيكم شو الشغلات اللي انتم بتسالوني عنها واشتريتها من روزمان، موجوده برات روزمان اكيد. اول شيء الشامبو، شو بستخدم شامبو؟ بستخدم هاي الماركه من الشامبو، كتير ممتاز وكتير كويس، حصرا بنفسجي بستخدمه، وبيعطي الشعر ناعم وبيهمد وهيك، سعره 20 ليره. وبستخدم هذا البخاخ بعد ما اطلع من الحمام، كتير فظيع وكتير كويس. هو كريم يعني، هو بدل ما يكون كريم شعر هو بخاخ، فبنصحكم فيه كتير. وكمان رح احكيكم شغلة ثالثة، هي انه اشتريت من روزمان هذا الماسك من قبل ما استخدمته، هو موجود اكيد بغير مكان، هو بزيت جوز الهند، فكتير عجبني فرجعت جبت منه، سعره 7 ليرة.
وجيت قعدت لكم على هالبرندة، وتذكرت امي لما بتقعد تاخذ هيك تسوي لنا هالبقدونس وتعمل هالشغلات. كنت انا وصغيرة انه اقول يا الله ليش امي بتتعب حالها كتير، ليش بتشتغل كتير. بعدين اكتشفت لكم اياها لما كبرت وصرت ست بيت، كنت اقول يا الله كيف بتلحق تطبخ لتسع اشخاص، نحن كنا بالبيت تسع اشخاص، يعني مع ابي وامي بنصير 11 توقعوا. فكنت دائما اقول يا الله الله يكون بعونك، كل ما بفوت على المطبخ او بشتغل دائما بتذكرها وبدعي، وبدعي لكل ست من الستات انه الله يوفقها ويعطيها العافيه والصحه لتقدر تقوم على هالعيله وتساعدهم. واخيرا خلص التسنيم للي ليش. المهم هاي الكذبه راح حطيتها بكيس الليمونه والفريز جنبها، بحطهم بالثلاجه لما بحتاج طبخه للكزبره شيء طبخه بدها كزبره بطالعه وبحطها بالطبخه. بكياس الليمونه كمان بحط الجرجير والبقدونس والفلفل كلهم هدول بكياس مونه تبعات ايكيا، بتكون نوعيتهم كتير ممتازه، بيضلوا بيعيشوا وقت كتير طويل، وبحطهم بالبراد. الفواكه بحطهم بهدول العلب من زمان مشتريتهم من البازار، والبندوره الكرزيه حطيتهم بهدول، والسحابه الاولى بحط البندوره والخيار والليمون والفليفل بانواعها، شايفين هدول النوعين. هيك بكون خلصت كل شيء. ما تضحكوا علي بس صايرة بحب اشتغل على البرندة كتير، وصاير هيك حبي انه اقعد اشتغل واسوي طبخات هون على الطاولة، بقى يعني كتير مبسوطة بالقعدة. فالله يكون بعوني، بكره بالشتا كيف ما بقدر هون اقعد. فاول شي سرقة هون الدجاج، وهون عندي بطاطا مسلوقة، رح اعملكم وصفة كتير فظيعة مثل البروستين بس بطريقة تانية وغير شكل. فاول شي بدي اخذ هذا الدجاج المسلوق، انا سلقته قبل بيوم عرفتوا، عشان اسهل علي شغل. اذا انتي عم تشتغلي عم تعملي بتسلقي الدجاج قبل بيوم. فبعدين رح فتت الفردوش، هلا بعد ما خلصت بدي احاول افرم الدجاج ناعم. خلصنا هيك بعد ما كمان فرمتها، يعني هون البطاطا مسلوقة. انا البطاطا بقشرها بعدين بس لا عشان تنسلق بسرعة. بعدين رح يعني بدي اهرسها، هلا رح اهرسها. لما بتكون هلا مهروسة هالدقيقة بتكون بسرعة تنهرس بالبيت. هلا بدي ضيف الدجاج يا امي، شي خرافي، شي عن جد بشهي. هلا رح اهرس الدجاج معه، رح اضيف جبنة موزاريلا مشان تشط وتموت عرفتوا. هلا اخر شي رح نحط الذرة، ورح احط بابريكا، ورح احط فلفل اسود، ورح نحط الملح. هدول العظمات ما رح نكبه، رح نستخدمه بالطبخة. هلا رح نفوت لجوا ونكمل الطبخة. نحرك كل شي مع بعض، ايه كي رح نخلطهم مع بعض. رح فرجيكم شو رح نعمل، وصفة فظيعة. نسيت مادة رئيسية بالطبخة هي الطحين، رح احط معلقتين طحين. على فكرة اذا لاحظتوا انه طلعوا البطاطا مثلا كانت كبيرة وما انهرست منيح، لاني انا سويتها قلتلكم من الصبح، لازم تكون تازة يعني. وكمان الدجاج يكون هلا سخن، يعني انا برد يعني عرفتوا، سويته من الصبح. هلا خلصنا، رح نجيب العظم اللي ما كبيناه عفناه نضيف، ونعمل فيه الشكل الفخذة. يلا يا صبايا تعالوا فرجيكم كمان الطريقة. هلا جبت الملح والفلفل عشان احطهم، شوية ملح وهون شوية ملح، بحركها هيك تمام، بحرك هذا كمان هون شوية ملح هيك، شوية فلفل اسود، شوية فلفل اسود، شوية فلفل اسود، بحركهم هيك. هلا كمان بدي احرك هاي، هذا بس صفار صفار بيضة، صفار صفارين يعني، صفار البيضة بنحطه فقط، البياض ما بنضيفه. طلعت هذا الصفار وهذا الطحين وهذا البقسماط. هلا رح اعمل
شو عملت؟ حطيتها فورا هيك بالطحين، شايفين هذا الطحين، رح احطه فورا بالطحين، نتاكد من كل الجوانب. خلص هلا هيك حاشته، رح اشيلها فورا على الصفار، شايفين؟ طيب هون هلا هيك صاروا جاهزين، رح ادخلهم على الفرن، ما بدهم وقت كتير، شويونه وبس. تقدروا تحطوا عوش هيك بلعقة لحسون بالزيت وبعدين تدخلوا الفرن يعني اللي بتحبوه، وبتقدروا تقلون بزيت يعني زيت غامر حسب ما بتحبوه، بس الفرن هو اكثر شيء صحي. هلا هي سلطة الجرجير، فرمت البندورة شرايح، البصل شرايح، والجرجير شرايح. بتقدروا كمان تحطوا له جوز، وبتقدروا كمان رمان حب اذا كان موجود، وهي طيبه بالرمان والجوز، عرفتوا؟ راح احط لها ليمونه، وبدي احط زيت زيتون، وبحط دبس رمان لان دبس الرمان فيها كثير طعمته طيبه، مثل ما قلت لكم الرمان كثير طيب فيها لهالسلطه، واكيد الملح. السماء بيعطيها نكهة كتير طيبة كتير. هي وصفة الدجاج على طريقة الشيف بوراك. داء زوجي ما عجبته، مع انه قلت له انه هي طريقة الشيف بوراك، انصدم صراحة. انا لقيتها عادية، اولادي حبوها والله، بس انا اتوقع ما حبها لانها ما انقلت بالقلي الطبيعي، انا قليتها بطريقة صحية. بعد ما خلصنا اكل ضبيت الاكل وجليت الجليات وضبيتهم بالجلاية اللي بدهم ضب، بعدين حملت حالي فورا جيت على التراس مشان شوف شان انظفه، لانه اليوم بنظامي لازم انظف التراس وانه اعمل سهره حلوه لعائلتي. فزوج قال لي هلا وقت تنظيف التراس، قلت له خلص انا هيك يعني بمشي على النظام، كاتبه بالورقه هيك، واذا ما عملت هالمهام بعاقب حالي اخره الاسبوع. لا عن جد عم بمزح معكم، بس انه خلص انا هيك بمشي على ورقه انه اليوم لازم اعمل هيك اعمل هيك، بعدين اذا ما عملنا هذا الشغل رح يتراكم علي الشغل، وبعرف هذا الشيء. فبده تنظيف التراس، قلت لا خلص بدي نظفه، بس قلت لحالي هلا بنظفه وبقعد على نظافه وراحه نفسيه، وبعمل لي هيك سهره لإلي ولعائلتي، وحابه افرجيكم سهرتنا. بس قبل ما افرجيكم حابه اذكر اسماء متابعيني حبايب قلبي. معنا هبه من العراق، ام جنى من مصر، سناء من امريكا، ملك، ام محمد، اريج من حلب، نور، اميره من تركيا، وهند من سوريا، فداء من غزه، دانيا من العراق، ام مهيب من العراق. نورتوا حبايبي، بتمنى ما حدا يزعل مني، ان شاء الله رح اذكر اسماءكم بالفيديوهات الجايه، بس اكتبوا لي اسمكم وين مقيمين. وهلا رح فرجيكم شو جهزت للسهره وكيف كانت سهرتنا، وانتم احكوا لي شلون سهرتكم وكيف عم تقضوا ايامكم هالفتره. مثل ما شفتوا صبايا بداية يومي كان متعب وصعب شوي، بس حاولت شوي شوي استرجع حماسي ونشاطي وروتيني اليومي. ان شاء الله تكونكم قضيت وقت ممتع معي. بتمنى ما تنسوني من لايك والاشتراك، بحبكم كتير، تصبحوا على الف خير.